أيضا الخبر التالي مشاهدينا بعنوان استيراد 79 ألف رأس ماشية حية و 89 ألف طن لحوم مجمدة. وسط إجراءات مشددة للحجر البيطري فرضتها وزارة الزراعة سواء في مصر أو الدول المصدرة للحوم العالمية، أيضا استقبلت المحاجر البيطرية نحو 79 ألف رأس ماشية حية مستوردة من 5 دول هما السودان وإثيوبيا وأوروغواي والبرازيل والمجر. وتعطى الكميات المستوردة احتجاجات الأسواق المحلية من اللحوم الطازجة نحو 3 أشهر على الأقل. للتعليق على هذا الخبر ومزيد من التفاصيل هنعرفها من الدكتور أشرف هشام برقاوي العميد الأسبق لكلية الزراعة جامعة القاهرة وأستاذ الإنتاج الحيواني. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني استيراد 79 ألف رأس ماشية حية و 89 ألف طن لحوم مجمدة، هل هذا يكفي السوق المصرية والاحتياجات في الفترة القادمة والفترة الحالية؟ لا، هو من الكفاية زي ما أنت قلت، هو ممكن يغطي 3 أشهر من الاستهلاك المحلي. نعم. وخصوصا إن إحنا داخلين على فترة رمضان وده بيزيد فيه الإقبال على استهلاك اللحوم. نعم. وبعد ما نبدا ندخل على العيد الكبير وايضا بيبقى في اقبال كبير على اللحوم الحمراء. نعم. فالخطه بتاعت الدوله انها بتعمل سوق موازي بحيث انها تقدر تتحكم في ارتفاع الاسعار لما تطرح اللحوم باسعار منخفضه، وبالتالي بتضمن عدم ارتفاعها في الجزارات ومحلات القطاع الخاص. تمام. طيب هذه الكمية تكفي مثلا لفترة 3 شهور زي ما حضرتك ذكرت يا فندم، ماذا بعد ذلك أو كيف يتم توفير احتياجات السوق بعد ذلك؟ لا، هي طبعا مشكلة اللحوم الحمراء مشكلة، لأنه مصر أساسا ما عندهاش حيوانات قابلة للنمو بشكل جيد. نعم. معدل نموها بطيء. الحاجة الثانية إنه استهلاك كيلو الجرام اللحمة علشان يطلع بيستهلك كمية كبيرة جدا من المية. وبالتالي بنحط اللحوم الحمراء في اولويات متاخره. نعم. واحنا بنفكر في اعاده تشكيل سله البروتين الحيواني. لكن الدوله هتاخد خطط موازيه، يعني هتشجع انتاج اللحوم البيضاء اللي موجوده في الاسماك او موجوده في الدواجن. وبعدين تيجي بعد كده الاولويات بتاعه انتاج اللحوم الاحمر من الاغنام او من الماشية. تمام. بشكرك جدا الدكتور أشرف هشام العميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وأستاذ الإنتاج الحيواني، شكرا لك يا فندم.